منتجات الأطفال. مين فينا قبل كده ما جربش شامبو للأطفال، كريم للأطفال، أو حتى حمام كريم وروشن وكل الكلام ده؟ لأن طبعا بتبقى مكوناتها في الغالب آمنة وطبيعية ولطيفة خالص على بشرتنا وشعرنا وأيا كان. فعشان كده أنا النهاردة جربت حمام كريم وكريم شعر بتاع باندولين وهقول لكم رأيي عنه. لو انت اول مره تشوفوني معاكم منى صبري، دكتوره صيدليه مهتمه بمجال العنايه بالبشره والشعر. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من القناه. اول بقى اتكلم زي ما قلت عن حمام كريم وكريم شعر بتاع باندولين. هي شركه مصريه اسمها سيماك فور كوزماتكس، بتعمل منتجات كتيره للاطفال زي حمام زيت وشامبو. بس انا النهارده جربت الحمام الكريم وكريم التسريح، هما اكتر حاجه عجبوني وقررت ان انا اطلع اكلمكم عنهم. هنبدا اول حاجه بكريم التسريح. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل الكريم بتاع التسريح. طبعا اول حاجه بتعجبني في اي حاجه هي شكلها، شكله حلو جدا. بس هفتحها قدامكم، وده كمان شكله من جوه. ده شكل الكريم. بصوا هو الكريم بجد فيه مكونات حلوه قوي، فيه زيت الارجان وزيت الجوجوبا، زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو، كمان فيه البنسينول مرطب قوي، وكمان فازلين. ميزة الزيت ده ان كله او الكريم ده كله مكونات طبيعيه، ينفع الاطفال من اول سن 7 شهور. طبعا مكونات التحفه دي حلوه جدا في ترطيب الشعر. انا استخدمته وعجبني جدا، مش بيلزق خالص، يعني سريع الامتصاص، كمان ريحته خفيفه جدا وحلوه. وزي ما اتفقنا ينفع الاطفال من اول سن 7 شهور. وطريقه استعماله عادي زي اي كريم، هتحطه على الشعر كده وعلى الاطراف بعيد عن الفروه، واستخدام يومي عادي. الكريم والكريم سعره 65، يعني مناسب بالنسبه طبعا لجودته. هو جميل جدا وخالي طبعا من اي ماده مش امنه، وكمان بيرطب الشعر كويس جدا وبيقلل الهيشان، وكمان حجمه 150 مللي. بعد كده هنتكلم عن حمام الكريم. هو برده شكله حلو جدا، يعني شكله مكوناته الاثنين حلوين جدا. هوريك الاول من جوه عامل ازاي. ده شكل العبوه من جوه. بصوا بقى هو فيه مكونات كتير جدا جدا، في زيت الارجان وفي زيت الجوجوبا وزيت اللوز وزيت السمسم وزيت اليقطين، في بروتين سائل وكرياتين طبيعي سائل وزيت قشرة الرز وفيتامين ه وجليسرين، في حاجات كتيرة حلوة جدا. ودي طبعا بتعالج الشعر، هو عامل زي ماسك بيتحط على الشعر بعد ما نغسله يعني بالشامبو بتاعه. بيعالج طبعا التكثف والهيشان وتلف الشعر، وبيرطبه كويس جدا وبيساعد على تسريحه. الحمام الكريم ده هو مكتوب عليه طريقته في الكتالوج، يعني ان احنا نستخدمه بعد ما نغسل الشعر وننشفه بفوطه، نحطه على الشعر لمده 10 دقايق. انا جربت الطريقه دي وجربت طريقه تانية ان انا احطه على الشعر وهو مبلول شويه وهو مندي، وعجبتني اكتر ومشي مع شعري اكتر وطرق اكتر. فانتوا جربوا الطريقتين، وحسب بقى نوع شعركم وحسب ما شعركم يتقبل يعملوا الطريقه اللي انتوا عاجبتكم. انا شعري نسميته منخفضه وبروتينه منخفض وكان ماشي معاه، وهو نسبة البروتين اللي فيه قليلة، فمتهيألي ينفع لكل الأنواع سواء بروتين منخفض أو عالي، وكمان المسامية العالية والمسامية القليلة. أنا فعلا جربته والحمام الكريم ده فرق معايا جدا في شعري. جربت الروتين من غيره وجربت الروتين بيه، وبيفرق طبعا في ترتيبه ونعومته الشعر. هو سعره تقريبا 95 جنيه، مناسب لحجمه الكبير. هو حجمه حوالي 250 300 مللي، ده حجمه. تقدروا بقى الاثنين دول سواء حمام الكريم او الكريم تجيبوهم منين؟ موجودين في الصيدليات الكبيره زي العزبي، ويعني مش عارفه العزبي موجود فيها ولا لا، بس عامه سلاسل الصيدليات الكبيره البيج بتاعتهم على فيسبوك اسمها سماك فور كوزماتكس. ممكن تبعت لهم تقول لهم اقرب مكان ليكوا ايه، هم يقولوا لكم، او تطلبوا اونلاين والحاجه توصل لكم عادي لحد البيت. انا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت، تقدروا توصلوا لها بسهوله. وكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، كمان ما تنسوش تشتركوا في جروب الفيسبوك وتعملوا فولو لاكونت انستغرام. احنا خلاص قربنا نكمل 100,000 مشترك هنا على قناه اليوتيوب، يا رب ان شاء الله نكملهم قبل سنه جديده. واشوفكم في فيديو جاي على خير ان شاء الله.